وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. السعي وراء تحقيق الأمنيات وتحقيق الآمال والاندماج والانخراط في العمل ورفع مستوى التوقعات وسقفها قد يكون أمراً إيجابياً، لكن أحياناً يؤتي بنتائج عكسية تؤدي إلى الإصابة بما يعرف بالاحتراق الوظيفي. ما هو الاحتراق الوظيفي؟ كيف يتم تشخيصه وعلاجه؟ مع ضيفنا دكتور ليث عودة، اختصاص العلاج النفسي. حياك الله معنا دكتور ليث. يا ميت أهلا وسهلا فيك. أتحترق النفس دكتور؟ طبعاً تحترق النفس. الاحتراق النفسي الوظيفي هو عبارة عن حالة من الإجهاد النفسي والعاطفي والجسدي، يعني انعكاساته بثلاث مستويات: مستويات نفسية عقلية وانفعالية، ومستويات عاطفية، وبالمستوى حتى الجسدي بيظهر هذا حالة الإجهاد النفسي المرتبطة بالذهاب للوظيفة أو بالاندماج في عمل معين لفترات طويلة أو بأسباب مختلفة ممكن نتحدث عنها. الاحتراق الوظيفي ينجم عنه توتر العمل أم توتر العمل ينجم عنه احتراق وظيفي أم علاقة ارتباطية تجمع الطرفين؟ الآن إحنا لما نتحدث عن الاحتراق الوظيفي هو بالعادة يسمى الاحتراق النفسي الوظيفي، وهذا دلالة على أنه هو نتيجة عن العمل أو نتيجة عن القيام بعمل بالغالب، لكن في بعض الحالات طبعا ممكن أنه يأتي أشخاص عندهم احتراق نفسي أصلا لا وظيفة معينة فممكن أثروا عليها. فهو بالنتيجة حالة من التداخل بين العمل وما بين العاطفة وما بين العمليات العقلية المختلفة. كيف دكتور؟ كيف هذا التداخل يكون شكله؟ هذا التداخل يكون شكله، أول شيء نتحدث بشكل رئيسي أنه الاحتراق النفسي لا يعتبر تشخيص طبي، يعني لا ما في تشخيص طبي بملف شخص عنده احتراق وظيفي. هو قد يعود لاضطرابات نفسيه مختلفه، مثلا للديبريشن اللي هو الاكتئاب، ممكن يعود للتروما او الصدمات النفسيه المختلفه. طبعا القلق ممكن يكون نتيجه لعده اضطرابات نفسيه او يؤدي لعده اضطرابات نفسيه، لكن هو ليس تشخيص طبي، ما في عندي تشخيص طبي. يعني لا يوجد تشخيص اكلينيكي حاله حال بقيه الاضطرابات. نعم صحيح، لا يوجد تشخيص ولا مقاييس واختبارات. طبعا يوجد مقاييس واختبارات ودراسات من اكثر العلوم اللي عليها دراسات واختبارات. صنف كمرض دكتور في DSM-5؟ لا يصنف كاضطراب. ظاهره متلازمه، ظاهره ممكن تكون اجتماعيه، ممكن تصنف في كتب علم النفس المهني، ممكن تصنف في او علم نفس العمل في كتب مختلفه، لكن في العلاج النفسي لا يوجد ما يسمى بالاحتراق النفسي الوظيفي كتشخيص طبي. أما التشخيصات المرتبطة فيه فهي كثيرة. نعم. ونتائجه كبيرة جدا، مثل ما تحدثنا الاكتئاب هو من أكبر النتائج اللي ممكن تكون مرتبطة بالاحتراق النفسي الوظيفي. الخدر الانفعالي واحدة من اللي هي أهم الأعراض اللي ممكن تكون ملازمة ل نفسها التبلد دكتور؟ التبلد الانفعالي، نعم صحيح، هو ما يسمى بالخدر الانفعالي أو التبلد الانفعالي هي واحدة من النتائج المهمة للاحتراق النفسي والوظيفي. مثل ما تحدثنا هو تم دراسته بشكل مبالغ فيه وبشكل كبير جدا، كونه من الاضطراب من المشاكل اللي بتأثر على مسيرة المؤسسات ومسيرة نعم الأفراد. صحيح. في العمل بمختلف القطاعات وليس في قطاع محدد. يعني لما قلت إنها تؤثر على عمل وسير المؤسسات، إذن العمل المؤسسي مرتبط بالاحتراق الوظيفي وهناك دور مؤسسي سنعرج عليه لاحقا. قلت بأنه أيضا الاكتئاب ينجم عن الاحتراق الوظيفي، ينجم في مراحل متأخرة من الاحتراق الوظيفي، ما هي مراحل ودرجات الاحتراق الوظيفي؟ الآن إحنا ممكن نتحدث بأنه في أشخاص عندهم اكتئاب بدون ما يكون في عندهم احتراق وظيفي، وفي أشخاص ما عندهم اكتئاب وينجم الاكتئاب عن الاحتراق الوظيفي. نعم. بالتالي كل ما كانت شخص عنده احتمالية أو استعداد للإصابة بالاكتئاب أعلى، كل ما كانت فرصه بالإصابة أعلى وكل ما كانت فرصه بالاحتراق الوظيفي أعلى. أيضا في أسباب أخرى للاحتراق الوظيفي، يعني ما بكفي فقط نتحدث عن الاكتئاب أو العامل النفسي، العامل النفسي هو عامل مهم، لكن في عوامل أخرى، عوامل ضغط العمل مثلا هو من العوامل المهمة جدا اللي ممكن تزيد فرص الاحتراق الوظيفي. عوامل اللي إلها علاقة بأنه ضعف الشعور بالإنجاز، الشخص اللي ما يشعر بإنجازاته والناس بتحكي له أنت أنجزت وعملت كثير، هو لا يشعر بأنه أنجز. نعم. قيمة الذات أيضا إلها دور كبير بالإصابة بالاحتراق الوظيفي. من الأشياء البسيطة اللي ممكن تسبب الاحتراق الوظيفي أنه الأشخاص اللي ما بيعرفوا شو المطلوب منهم بالعمل، غموض الدور. غموض الدور، يعني ما بعرف شو المطلوب مني. Your limit is the sky.
بالضبط. وخصوصا انه احنا بعقود العمل دائما مكتوب واي متطلبات اخرى تطلبها الاداره. صحيح. انا ممكن اكون موظف بقطاع يطلبوا مني بقطاع اخر. صحيح. هذا الشيء ممكن يسبب علي ضغط. ايضا ضعف القدره نفسها المعرفه، انا ما عندي معرفه بالمجال الوظيفي اللي انا بشتغل فيه، او ما تم تدريبي، ما تم تاهيلي بالشكل المناسب. نعم. للقيام بهذا الدور. الدور اكبر مني، خلينا اسميه اكبر من قدراتي. ايضا هاي كلها عوامل ممكن تسبب الاحتراق النفسي والوظيفي. نعم. وليس فقط العامل النفسي وهو الاكتئاب. رجوعا لهذا هاي المعايير جميعا مع بعض، بنتحدث عن انه احتماليه انه تكون مستويات مختلفه. طبعا عندي مستويات مختلفه، عندي مستويات ممكن تكون سهل التعامل معها وممكن التعامل معها في بداياتها. نعم. اذا تم اكتشافه، وعندي مستوى ممكن يكون صعب جدا العمل معه او حل المشكله. طيب اذا وصلنا. انا كيف اكتشف انه عندي احتراق وظيفي او اعاني من الاحتراق النفسي الوظيفي؟ تمام. الاحتراق النفسي الوظيفي له مجموعه من العوامل والاعراض اللي بنتحدث عنها، من ضمنها مثلا ضعف الشعور بالانجازات. سابقا كنت بشتغل وبشعر بانجازي بالعمل، الان بشتغل ما عندي شعور باني بنجز او بعمل شيء. نعم. ايضا احنا بنحكيها انه بيجر نفسه جر للعمل، ما بيطلع للعمل هو عنده شغف انه يذهب للعمل، لا هو مجبر فقط للذهاب. نعم. للعمل، لانه اذا غبت عن العمل يعني هذا الشيء ممكن يأثر عليه. نعم. ايضا من العلامات المهمه اللي هي كثره الاصابات المرضيه والاجازات المرضيه عند هذول الاشخاص، بصير عندهم اجازات مرضيه، يعني مناعتهم تضعف فيتعرضوا لمشاكل صحيه، ولا هم كأعذار للتغيب عن العمل؟ لا لا، هي ليست أعذار، هي مشكلة صحية جسدية. احنا تحدثنا بالبداية انه هو عبارة عن إجهاد نفسي وجسدي. نعم. وليس فقط نفسي، ينعكس يعني من النفس الى الجسد، فهم فعلا بيشعروا بأعراض. فمن ضمن هاي الأعراض طبعا بتكون عادة لا تعود لاضطراب او لمرض محدد، ألام اسفل الظهر، صداع، نزلات البرد مثلا، يعني مشكلات مختلفة. فبصير مناعته أقل مثل ما تحدثتي بالضبط، وبالتالي بتصير فرص إصابته بالأمراض أعلى، وفرص أنه يأخذ إجازات مرضية بشكل عام أعلى. أيضا تفاعله ليس فقط بالعمل، تفاعله حتى بالأسرة بصير أقل، تفاعله مع الأولاد بصير أقل، تفاعله الاجتماعي بيتراجع، أداؤه بالعمل والإنجاز والأداء البرفورمانس بالعمل بيتراجع بشكل كبير. فالدكتور اللي يرحلوا عملهم من عمل بيئات العمل إلى بيئة المنزل، هذا كيف التعامل معه؟ أو مثلاً اللي يشتغل فريلانس، فهو فعلياً معرض إلى أنه يقوم بإجراء وتنفيذ المهمات المطلوبة منه داخل منزله، كيف ممكن يفصل؟ كيف ممكن ما يتعرض للاحتراق الوظيفي؟ واحدة من أهم النقاط اللي أنت تحدثت فيها قبل قليل بأنه وقت العمل مقارنة بوقت العائلي أو وقت. صحيح. الأسرة بصير وقت العمل أعلى، وخصوصاً نحن في زمن السرعة وزمن القلق بدرجة كبيرة جدا. فاحنا بنعرف انه هذول الاشخاص مش بايده صار الشخص بانه يقرر انا بدي ارحل العمل او ما بدي ارحل العمل، صرنا مجبرين باغلب الوظائف بانه. بس احيانا شغفه الزائد دكتور، او خوفه من فقدان العمل كما حدث بعد موجة كورونا، اصبح الكل لديه الخوف والتربص من انه هل ممكن اني افقد عملي او اخسره، بالتالي لازم اقدم فوق المطلوب مني حتى اثبت موجوديتي ولا يتم الاستغناء عن خدماتي. يعني هي واحدة. والنقطة الثانية أصلاً هو فكرة العمل من المنزل أعطت فرصة لأصحاب العمل بأنه يطلبوا متطلبات أعلى، لأنه صحيح. أنت صحيح. موجود بالبيت وكذا، فصار الضغط أعلى على هذول الأشخاص. فإحنا بنتحدث عن جانبين، جانب له علاقة بالشغف هذا اللي إحنا ممكن نديره، والجانب الآخر اللي له علاقة بمتطلبات العمل اللي أنا بالغالب بدنا نكون واقعيين ونحكي إنه مش كل الأشخاص بيقدروا إنهم يديروها. لأنه أنا لو حكيت لمديري بالعمل ما بدي أشتغل بالبيت، راح يحكي لي أوكي في غيرك بيشتغل بالبيت. صحيح. فبالنسبة لجانب الشغف، حلو كثير أن يكون عندي شغف، لكن الأحلى أن أكون منظم هذا الشغف بحيث أنه أعطي فرصة لنفسي بأني أشتغل لأطول فترة ممكنة بنفس الشغف، مش أدخل بشغف عالي جدا بالبدايات وبعدين بيتراجع بدرجة كبيرة، وهذا اللي بنشوفه بالعمل. فمهم جدا نحكي لهذول الأشخاص أنهم ينتبهوا على حالهم. أوكي كثير ممتاز أنه يكون عندك شغف وحاب أنك تشتغل، لكن قديش راح يستمر عندك هذا الشغف؟ عظيم. هذا الشيء مرتبط جدا بأهدافي من العمل وبأهدافي من الحياة. إذا كان عندي أهداف بدي أوصلها من خلال هذا العمل، أو في أهداف في الحياة العمل هذا راح يخدمني فيها، فأنا بكون منظم. وكل ما كانت الأمور منظمة أكثر ومكتوبة، وأنا من الأشخاص اللي بآمن بفكرة الكتابة، بآمن جدا بأنه أي شيء يكتب يتحول لحقيقة حتى لو ما تحول لحقيقة، بيساعد الأشخاص بدرجة كبيرة على أنهم ينظموا وقتهم وينظموا عملهم وينظموا حياتهم وينظموا حتى الوصول لأهدافهم. بصير عارف أنا كم موجود بهاي المؤسسة، سنتين، ثلاث، خمسة، عشرة، ولا بدي استمر كل عمري على حسب الأهداف.
فبالتالي عملي بيخدم أهدافي نعم. وليس هو هدفي الوحيد أو هدفي المباشر. إذن سمات الشخصية تلعب دور مهم في أنه أنا كيف خطط لأهدافي، كيف أتعامل مع الشغل والمسؤوليات المناطة إليك. إحنا اليوم نتحدث بعلم جديد صاروا بيتحدثوا ما يسمى بالبيئة النفسية للعمل. جميل. أوكي، أو بيئة العمل النفسية. بيئة العمل النفسية هو أنا مش بس بدي أجهز عندي waiting area مثلاً تكون فيها كراسي مريحة. صحيح. ولا بد لا أنا حتى انعكاس الألوان على نفسية الموظف، على نفسية الزائر اللي موجود عندي، انعكاس طبيعة طلب المتطلبات، انعكاس طبيعة الإدارة المايكرو مانجمنت أو الإدارة الدقيقة، هاي بتسبب بدرجة كبيرة الأشخاص بتسبب. أشكال التعزيز دكتور تلعب دور أيضاً من قبل إدارة العمل. أكيد طبعاً التعزيز، لكن للأسف الشديد هذا هو السبب الوحيد اللي بيتفقوا عليه الموظفين، فكرة إنه لو في تعزيز مادي ما بنوصل لهاي المرحلة. صحيح. وأنا طبعاً بآمن بفكرة التعزيز المادي، لكن ليس هو السبب الوحيد، في أشياء كثيرة تتداخل في الموضوع. من الأشياء المهمة في موضوع بيئة العمل النفسية هو عمل دراسات أو اختبارات نفسية للأشخاص قبل دخولهم بالعمل. فأنا بصير عارف إنه هذا الشخص نمط شخصيته ونمط وسماته الشخصية مطابقة للعمل اللي عندي، أو شو الوظيفة اللي ممكن أحطه فيها، أو شو البروموشن اللي يتكيف معه، أو شو طبعاً وشو ممكن الترقية اللي ممكن يوصلها. ممكن يكون عندي شخص معدلاته وشهاداته وخبراته كثير عالية، لكن أنا ما بدي إياه بالمنصب إداري بسبب طبيعة شخصيته وصفات شخصيته ما بتخدمني في المنصب الإداري. بالمقابل شخص مبارح تعين عندي بس صفات وسمات الشخصية عنده بتخدمني في الجانب الإداري، فممكن أستفيد منه. فبيئة العمل النفسية هي واحدة من النقاط اللي بينعمل عليها الآن لتخفيف ما يسمى بالاحتراق النفسي والوظيفي. طب دكتور، ارتفاع سقف التوقعات الذي يفوق حتى القدرات والمهارات، كيف يمكن التعامل معه؟ أزيد مهاراتي أم أخفض سقف توقعاتي؟ سقف التوقعات والمهارات هما يعني متلازمين بشكل عام، فأنا إذا بدي أرفع من سقف توقعاتي بدي أرفع من مهاراتي، فبالتالي أنا دخلت ضغط جديد لحياتي هو ضغط التعلم وليس فقط ضغط العمل. وهذا جيد، ضغط التعلم هو جانب جيد. ليش؟ لأنه إحنا لما نتحدث عن الدماغ نتحدث عن قدرات هائلة جدا ممكن أفعلها أنا في الدماغ. إذا كنت مفعل كل قدراتي في العمل، هذا الشيء ممكن يصير مجهد لجهة معينة أو لمناطق معينة من الدماغ، بينما المناطق الأخرى تكون خاملة. أما التعلم فممكن يساعد في تحفيز مناطق أخرى. تحفيز أكثر من منطقة بالدماغ هو مهم جدا، وبيساعد في أنه نستمر بقدراتنا العقلية لأطول فترة ممكن. جميل. نتحدث عن موضوع القراءة مثلا، نتحدث عن موضوع الموسيقى، نتحدث عن مواضيع معينة لها علاقة عقلية، لكن بتساهم بأنه مثلا دراسات كثير بتحكي عن تقليل مستوى الألزهايمر عند الأشخاص اللي بيقرأوا وبيستمروا بالقراءة لفترات طويلة. أو العلاج بالفن والرسم، أو الرسم أو الفن أو القرآن أو الدين أو الإيمانيات. فإذا إحنا بنحكي عن تفعيل مناطق مختلفة من الدماغ، هذا لا يعتبر ضغط سلبي، ممكن نعم. يكون ضغط إيجابي يساهم في تحفيز الدماغ وتفعيل. لكن على المستوى الآخر، إذا أنا كنت بشتغل لأنه مطلوب مني أطور من نفسي، كل يوم بيناديني مديري بالعمل وبيحكي لي أنت ما طورت حالك، أنت خلال نعم. هاي السنة ما شفنا منك جديد، صار لك 4 سنين، أو أنت مثلاً مجبر على أخذ الدورة الفلانية المناسبة من قبلنا نحن كهيئة عمل، بالضبط، أو بدك تأخذ هاي الدورة أو 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 يعني بكثير تفاصيل معينة ممكن أنا تحسسني بالضغط أو تشعرني بأنه أنا مضغوط ومجبر على التأقلم مع هذه البيئة، رغم أنه أنا ضعيف بهاي البيئة. نعم. يعني مش قبلنين أنهم يقتنعوا بأنه أنا ضعيف بهاي البيئة، هذا الشيء بيزيد علي من ضغط العمل وبيأثر طبعا سلبا على العمل وعلي شخصيا. ألا ترى هنا أن الإشكالية بأن غالب الأشخاص يخرجون من عباءة غيرهم، يمشون وفقا لفهرسا معينا معدا من قبل الآخرين، لا يوجد تفرد، لا يوجد أهداف محددة، نحن نسعى ونربط سعادتنا بنقطة معينة. بكل بساطة أنا أصبح سعيدا إذا وصلت إلى المنصب أو المستوى الفلاني في العمل، لكن لا أحدد بأمور أخرى. إلى هذه المرحلة الحياة بسيطة كما صورها لنا فرويد؟ شوفي، يعني إحنا برضو بدنا نكون عارفين بأنه البشرية لما خلقت بمستويات وقدرات. نعم. في أشخاص خلقوا ليكونوا عاملين وليكونوا تابعين، وفي أشخاص خلقوا ليكونوا قادة، وفي أشخاص خلقوا ليكونوا حكماء. هاي من عدالة الحياة. هاي من عدالة الحياة. فبالتالي أنا صعب إني أجي أطلب من الأشخاص كلهم إن يكون عندهم أهداف بالحياة، لكن على الأقل بدي أكون مقتنع بأنه إذا ما كان عندي هدف فأنا جزء من أهداف وخطط الآخرين. نعم. فبالتالي هذول الأشخاص
مهم انه تكون القيادات اللي حواليهم او الادارات اللي موجوده حواليهم بالعمل فعلا على قدر هذه المهمه وعلى قدر مهمه الاداره. لانه لما انا بستلم اداره مكان معين بدي اكون افكر بانه كيف بدي استفيد من كل الخصائص الشخصيه والمهنيه والمهارات الموجوده عند جميع الافراد العاملين معي في هذه المؤسسه. اذا كنت فعلا بهذا المنصب الاداري فانا مش بحاجه لاكثر من اداري يقوم بهذا الدور. بكل بساطه لو انا بتجه بباص من مكان لاخر مش مطلوب كل اللي راكبين بالباص يكونوا معهم رخص وبيعرفوا يسوقوا الباص، مطلوب فقط السائق هو الوحيد اللي يكون عنده. اذا تفويض المهام دكتور؟ تفويض ولكن بقدر القيادة، القائد الحقيقي اللي يملك المهمة ويملك القدرة على القيام بهذه المهمة وتوزيع هالمهمة، والتفويض بمعنى انه انا افوضك لكن اتحمل معك المسؤولية، مش بفوضك وبحملك المسؤولية لوحدك. اذا العلاج متعدد الوسائط، متى يتم اللجوء الى العلاج الدوائي وهل يمكن فعلا ان يتم اللجوء الى العلاج الدوائي مؤقتا ام دائما؟ يعني حالة الاحتراق النفسي الوظيفي هي حالة جادة سيريس ما فيها مزح، ممكن توصل لمرحلة الانتحار، ممكن توصل لمراحل متقدمة جدا من الاكتئاب ومن القلق، وبالتالي والفكاريس تروما ما يسمى اللي هي الصدمة الثانوية ايضا ممكن تكون من نتائج البيرن اوت. فمهم جدا نحكي عن الوقاية ما قبل العلاج. الوقاية هي بتبدأ بالسيلف كير، بالرعاية الذاتية. وإذا وصلنا لمرحلة الاحتراق الوظيفي وحتى مرحلة متأخرة طبعا ممكن نلجأ للعلاج الدوائي، ممكن نلجأ للعلاج النفسي. وفي حال أي شخص عنده واحدة من الأعراض اللي تحدثنا عنها بتخص العلاج الوظيفي أو الاحتراق الوظيفي مباشرة على مراجعة أخصائي الصحة العقلية. أود أن أختم حديثي معك بسؤال الآن ليث عودة. أنا أعرفك لكن قد لا أعرفك جيدا، إنما الذي متأكدة منه هو أنك شخص جاد في عملك، تقدم الرعاية النفسية وجلسات العلاج النفسي في أكثر من عيادة في أكثر من مستشفى، تتسلم منصباً إدارياً في مركز للعلاج النفسي، وفي ذات الوقت محاضراً جامعياً. هل شعرت يوماً بالاحتراق النفسي الوظيفي؟ لا الحمد وأنت لله. مميز في عملك ورغم صغر السن ولكنك سبقت جيلك بأشواط وأميال، فبالتالي قد يكون هنالك شبهة الاحتراق النفسي الوظيفي عند من يكون مثلك. أنا أشكرك على هذا السؤال. لا الحمد لله ما وصلت للاحتراق النفسي الوظيفي بكل بساطة، لأنه أنا ما بقوم بأي شيء بحياتي إلا لهدف، وهدف مكتوب وواضح. وأنت تواصل الليل بالنهار ودائما لفترات معينة، لفترات معينة كل شيء بوقته بينتهي. والحياة الاجتماعية لها دور. الحياة الاجتماعية أنا شخص اجتماعي جدا وعائلتي لها الدرجة الأولى من اهتمامي، والحمد لله بحاول أعطيهم أكبر قدر ممكن، لكن زي ما حكيت لك بالبداية هي أهداف ولا فترة محدودة من الزمن، ما راح تستمر لفترة طويلة. أتصور هذا بحد ذاته دعم نفسي للشخص حتى ينجز مهامه على أكمل وجه. كل شكر لك دكتور ليث عودة اختصاص العلاج النفسي لحضورك معنا اليوم. أشكرك جدا. شكرا دكتور.